FM. الكلمة ليك. كملوا ساعة الشابيتر نتاع المرأة أمال الكلمة ليك، ثم بعد نحب نسلك على القانون اللي ناويين تقدموه اللي يجرم العنف ضد المرأة. دونك لي انت احنا حكينا على زادة ظاهرة الانتحار. انا يظهر لي بارفا نقولوا معناتها انتحار هالصغيرات هذوما اللي يمشي، معناتها كاينه ان فينومين دو مود، كاينه معناتها في تونس ولينا قبل كنا كيف نتعاقبوا ولا حاجه ما نمشوش ننتحروا، معناتها كنا نبكي ونقعدوا قداش، معناتها هذيا ما ردوا شنو، معناتها 5 سنين بعد 2011 تفيق من ظاهرة الانتحار، الوغ كو من المفروض بعد تغيير نظام كما يقولوا الامال بشوالي الناس تأمل في مستقبل أفضل، معناتها إذا ما لقيناش كيف العنف ضد المرأة قبليك أنا قراو أنا وياسين زادا كيف تفجعنا أوني باسي دو سامبل أو دوب في العنف ضد المرأة. الوزارة أنا نحب نرجع للنقطة اللي اليوم ماناش مهتمين بنفسية الأطفال. نعم. اللي راهو ظاهرة الانتحار واللي هي خطيرة وخطيرة جدا، اللي هي على دوبليش الانفان. نعم. معناها بالنسبة للعدد، بالنسبة للعدد عند الأطفال ولا كانت 6% بالنسبة لكل 6% كانت حالات الانتحار بالنسبة لحالات الانتحار الكل، ولا واليوم 15% أكثر. نعم. من الدوبل. وهذا علاش راهو عمره ما يكون الفقر عن يأس كبير، والمشكلة راهو ماهوش في الفقر، الفقر عمره في الدراسات الكل عمره ما يكون الفقر هو سبب في الانتحار، لكن هذه هي اليوم اللي العائلات الكل، الوالدين، معناها المجتمع، أنا نقول الكل ماهوش مهتم، اللي هو راهو النفسية متاع الأطفال يلزمنا نحترموها. الأم كي تحكي، وأنا شفتها معناها في التلفزة جايبينها وتحكي كيفاش على حالاتها وعلى اليأس متاعها في القيروان، تحكي على اليأس متاعها وقت اللي هذاك كي يسمعها ولدها يحس اللي هو ريسبونسابل، فما لو سنتيمون دو كولبابيليتي، وهذا اللي ما يلزمناش اليوم نسوقوه. راهو فما تعامل مع الانتحار ما يلزمناش نتعاملوا بالطريقه اللي قاعدين نتعاملوا بها للاعلام، وهذا مع كل احترامي لحريه الاعلام رانا غلطين. وفرحت برشا انا كي خرجوا لي بسيكياتر ولا سوسيتي دو بسيكياتري لا سوسيتي دو بسيكولوجي اللي قالوا معناها دقوا ناقوس الخطر بالنسبه للاعلاميين، وراهو رد بالكم علاش، على خاطر لاحظنا، وهذا لاحظناه حتى في ثلاثه في العامين هذوما، وين فما انكا ونتحدثوا عليه في التلفزه خاصه راهو بشقعة دوتر كا، وصارت في العلاية بعد هذيك الحاله اللي صارت معناها في اللي خرجت معناها في الحوار الوطني، صاروا في الحوار التونسي في الحوار التونسي صاروا دو كا دو تونتاتيف، صاروا دو كا دو تونتاتيف في العلاية دو كا، وهذايا راهو سي ان فينومين شفناهم في كل وقت، اللي صارت نفس الحكايه في بنزرت. وين نتحدثوا احنا؟ نحبوا ما عادش نتحدثوا على الحالات، خلينا نتحدثوا كظاهرة مثالش ونحكيوا عليها بصفة معناها إيجابية، كيفاش يلزمنا نتجنبوا، كيفاش يلزمنا نتجنبوا أصغارنا، على خاطر الحالات اليأس متاع العائلات والدبريسيون متاع العائلات وهما عايشين معناها ظروف صعبة تتعدى للأطفال ويحسوا روحهم هما المسؤولين، ويقول لك أنا وكان نعمل هذه التونتاتيف توا الإعلام يجي وتوا يولي ويتحسن العائلة واللي كونديسيون متاعها، وهذه مؤسف جدا باللي باش نوصلوا في الحالات هذه. كاب اف ام الكلمة ليك.